قال له ويحك انها هديه الملك. قال له حط له هديه الملك ما اريد. قال له ليش؟ قال له اذا رحت للبيت راح ابوي يضربني. يا ابي ليش يضربك؟ لانه راح اقول يقول لي منين لك هذا الدينار. الوزير قال له اخو قل له من الملك. قال له لا ابوي راح يكذبني لان راح يقول لي الملوك ما ينطون دينار. ضحك الملك قال للوزير فلان. قال بلى سيدي. قال اعطيه 100 وهسه 100 دينار هدية ملوك ولا؟ قال ايه هسه اقبلها. اخذ الهدية طلع الملك. طلع لقى الناس رحبت بي ومحتفلة بي بالنصر واهل بي والظفر وغيره وتهلي بي وتمرحب. وطفل واقف ورجل شايب واقف بعيد. هذا الرجل ما خلى شتيمة بالدنيا ما شتم بها الملك وما خلى لعنة ما لعن بها الملك قدام الناس. الملك سمع شتيمته بإذنه قال جيبوه وخلي المنادي ينادي في الأسواق اللي يريد يتفرج على عقاب العاصي لمملكتي خلي يجي. هذا راح أخليه قولة تهنى فرجة للوادم. جابوه وإذا هذا الطفل جاي يركض اللي اسمه عابس اجى يركض وقف قدام حصان الملك. قال له جلالة الملك هذه 100 اعتق بها عنق ابي. هاي 100 دينار اللي اعطيتني انا خذن وفك لي ابوي. هذا ابوي يريده. الملك هنا أنا وقف باعتبار هو احب هذا الطفل لحكمته احبه لحكمته. قال له وقف هذا يصير ابوك؟ هذا اللي لسانه هالشكل مو لطيف ويسب ويشتم هذا ابوك؟ قال له نعم. قال له نعم الولد وبئس الاب. كنت خوش ولد خوش مربى خوش مؤدب بس أبوك لا بئس الأب مو خوش آدمي. الطفل رجع أفحم الملك. قال له لا جلالة الملك أخطأت. قال له شون أخطأت؟ بعد عرفه طفل وحكيم. قال له شون أخطأت؟ قال له قل نعم الأب وبئس الجد. أبوي تعب علي خوش رباني بس جدي مخربط ما بيحظ ما عرف يرب أبوي. شوف مو جدي مو خوش ما عرف يربي أبوي. ليش الإمام أمير المؤمنين خلى قاعدة تربوية؟ هسه بعدين نهاية هاي الرواية نهايتها الملك شال المدينة رجع عن هذا الطفل وقال للأبو أفرجنا عنك إكراما لولدك يلا.